ينتشر الإرهاب في كل بلاد العالم مش البلاد العربية، ولكنه طيب. أنقذ مصر وأنقذ العالم العربي وأنقذ العالم كله. كلير. شكرا على المسرحية. يعني لا يكون الكلام باحترام، أنا نائبة أمثل شعب مصر، يكون الكلام باحترام. طيب تفضلي. طيب تفضلي. أنت لا بتكلمي باحترام، أنت كمان، وأنا لن أكلم باحترام كمان. أنت بتقولي أنك أنت بتمثلي الشعب، أنت لا تمثلي الشعب، أنت تشاركي في برلمان مصنوع من المخابرات المصرية. لما الـ يجلس أمامي وأتكلم عن شهداء مصر من شرطة وجيش ووحدة زي اللي عندها، الشهداء في السجون، الشهداء في السجون، كويس الحضرتك، الشهداء 60,000 سجناء ومدنيين. لو سمحتي ما تتكلميش لما اخلص كلامي، انت مش عرفك، خليكي في اللي عندك هناك. احنا نواب منتخبين من الشعب، وكان في لجان خارجيه بتشوف الانتخابات دي ومراقبتها، وشافت كل 30 يونيو وراء فخامه الرئيس، وسنظل وراه، وسنظل بكل قوتنا، رضيتم ام لم ترضوا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تقولي بقى مسرحيه فيلم عندك هناك عند ماما، بس هذا داخل في، بس هذا داخل في بالليل.